بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح اكلمكم عن ابونتو 14.4. طبعا كثر الحديث عن هذه التوزيعه مؤخرا، ولكن كل الكلام اللي صار كان قبل اطلاق التوزيع الرسمي، لذلك كل الاصدارات او اللي صار قبل المراجعات اللي تكلموا عنها الناس عباره عن مراجعات للخصائص يعني واحده بواحده. ولكن مراجعه اليوم تحديدا ان راسي صار ما يطلع من فوق الكاميرا لاني مسوي زوم شوي اليوم، تمام. راح اراجع بكل الاشياء اللي صارت على التوزيع، ماشي. لذلك التوزيع هذا اللي بعطيه يعني حقه من المراجعه، لان توزيعه ابونتو معروفه وتستاهل ان الواحد يطول بموضوع الشرح، لانه مبني على توزيعات كثيره ثانيه مهمه وراح يعني تتضرر او تتحسن على حسب اداء التوزيعه هذه. طبعا اعيد واكرر، هو شيء مهم جدا، ابونتو مهمه للبرمجيات الحره لانها تعتبر بوابه مهمه جدا للجميع. اذا ما كانت هي المستخدمه للمستخدم الجديد راح يكون يستخدم توزيعه مبنيه عاليه، نادرا او غير موجود توزيعه فعلا تعتبر بوابه للمستخدمين الا تكون ابونتو نفسها او توزيعات بنيت على الابونتو. طيب ايش عندنا جديد؟ اول شيء الاصدار الحالي هذا 14.4 عباره عن اصدار LTS، تمام. LTS يعني لونج تيرم سبورت، فبيكون عند حلو لونج تيرم سبورت يعني دعم طويل، اوكي. فالدعم الطويل انتم عارفين الدعم الطويل يعني بيكون عندك دعم 5 سنوات للتوزيعة. لذلك اذا كنت تستخدم توزيعة 12.4 واعجبتك الشغلات اللي بتكلم عنها اليوم ممكن انك تنتقل للتوزيعة هذه، مع العلم ان توزيعتك راح تبقى هذيك مدعومة لين 2017، لا تقلق. طيب ايش عندنا جديد؟ طبعا ناهيك عن ان اول شيء وجهه نظر عامه التوزيع افكر اني اثبته بجنب ارتش لينكس فتره معينه كتوزيعه اساسيه عندي على الكمبيوتر حتى اعرف هل فعلا في شيء جديد ولا لا. انا عجبا بشكل عام النظره السريعه اللي سويتها قبل شوي قبل المراجعه هذه وقبل التسجيل في حاجات كثيره حلوه، من ضمنها حسيت ان التوزيع صارت اكثر صلابه من قبل. لما اقول لك صلابه اقصد يعني استقرار، وزي ما تقول تعس في ملمس جميل على التوزيع، تمام. طبعا التوزيع مسمات على حيوان كالعادة، فبنته تسمي على حيوانات. الحيوان هذا هو، تمام، اللي يسمونه ترستي تاها او طاهر، ما ادري صراحة، لكن اسمه طاهر، هو مكتوب بالانجليزي طاهر، تمام. فهذا هو، اوكي. خلصنا هذا الحيوان سترين، اوكي، خلصنا درس الاحياء. الحين راح ادخل على التوزيع نفسه. طبعا كتبت عندي بعض الاشياء هنا عشان ما انسى، بس لعل بعض اهم الاشياء اللي احنا ممكن نشوفها مباشره اللي هي الخلفيه، بصراحه خلفيه جميله جدا. ايضا في عندك اللي هي الجست سيشن هذه اللي واجهه، عفوا زي ما تقول جلسه الضيف. الان لو دخلنا على جلسه الضيف راح نلاحظ حاجه مهمه. يلا طبعا هو قاعد يدخلنا على جلسه الضيف الحين، وحلو شقلبنا، ماشي. هذا جلسة الضيف، تمام. طبعا في جلسة الضيف صار في شغلة مهمة جدا او رسالة يقول لك انه ما راح نحفظ شيء بالمكان هذا، لذلك احفظ بياناتك في مكان مستقل. بس هذا اللي بتكلم عنه بجلسة الضيف. راح ارجع للجلسة اللي كانت قبل شوي. طبعا لاحظ سرعة التبديل، اوكي. بالنسبة للمنطقة هذه طبعا صارت اكثر جمالية شوي، تمام. خلينا ندخل، بسم الله. شو يقول ذا؟ طبعا بتلاحظ هذه الرساله مهمه لان الاصدار هذه قد تواجه بعض المشاكل نظرا لان اصدار جديده. انا ما ادري ليش رفعت الكاميرا شوي، خلينا ننزل شوي لين بتوصل فيديو الكاميرا. طيب كونتينيو، خلونا نقول بسم الله ونبدا بسطح المكتب بالبدايه. سطح المكتب طبعا صار فيه خاصيه جديده، خاصيه مهمه، خاصيه اعجبتني وهي اللي راح تخليني استخدم الابونتو الان. ادري سخيفه خاصيه ولكن تعجبني انا. الان لو رحنا لسطح المكتب سوينا تشينج ديسكتوب، تمام، رحنا المنطقة هذه منطقة تخصيص الخلفية وإلى آخره. ممكن نروح هنا للبيهيفير، أوكي. بالنسبة للبيهيفير صار فيها حلوة الحركة هذه اللي هي show menus for a window، أوكي. هذا يعني إنه طبعا أنتم شايفين إنه في قائمة هنا، عشان أوضح لكم أكثر خلونا نفتح المكان هذا. بالمكان هذا في شيء يسمى global menu، والمنطقة هذه اللي هي النافذة طبعا اللي هي الخصائص دي، هذه تختلف على حسب النافذة اللي أنت تفتحها. فلو فتحت مثلا هنا ما راح يجي عندي الهيلث، ماشي. لو حطينا الخاصيه هذه، اوكي، راح نلاحظ انه انتقلت القائمه من المنطقه هذه للمنطقه هذه، وفعلا هنا انا احس انه الشغله هذه احسن من قبل بكثير، لاني متعود على انه النافذه نفسها يكون فيها الشغلات دي. لذلك هذه واحده من الخاصيات الجديده. طبعا في خاصيه ثانيه وهي انك ممكن، طبعا احنا عارفين الخاصيه دي قديمه، خاصيه الاخفاء التلقائي، ولكن لو جينا هنا توب لوفت كورنر، ما علينا، راح نلاحظ انه هنا فيها اللي هو الريليف سنسيتيفيتي ذاك. لو جينا الحين لمسنا المنطقه هذه المفروض انه يطلع صراحه. الو، اوكي. فالشريط بالمنطقه هذه راح يكون فيه اخفاء تلقائي. ايضا
في حركة حلوة جدا اللي هي خل نوخر هذه شوي enable workspaces علشان نشوفه. تمام طبعا بمجرد انك تظهر اسطح المكتب لا اقل ولا اكثر، ولكن في فلتر بتكلم عنه بعد شوي. طيب خلونا نلغي ذي لانه بتسوي ازعاج. ايش بعد؟ اي الايقونات صار فيه امكانيه انك تكبر حجمها الى 64 زي ما انتم شايفين، وايضا الميزه اللي موجوده انك لما تكبر الى 64 تبقى محافظه على دقتها، ممكن انك تصغره بعد 22 اقل شيء الظاهر او 16، فيعني تكون بين وبين عشان تنبسط. ايش عندي بعد؟ عندي اوكي اي في عندنا حركه حلوه جميله جدا وهي هذه. حلو لو فتحنا هذه بتلاحظ انه النوافذ مع الجنب من هنا صار ما فيها اطار، اوكي صار اطار صغير جدا، هذا حلو جدا يوفر لك مساحه رغم انه مساحه بيكسل بسيط لانه تحس انه فيه حد جميل جدا. الاطارات صارت ما فيها تكسير او تقطيع بالذات بالنهايه هذه وبالحافة هذه، فبيكون عندك امكانيه تصغير وتكبير سريعه جدا وسهل عليك انك تتعامل معه. اوكي ايش عندي بعد؟ بوردرلس. طيب اوكي هذا مهم جدا لان في ناس تستغنى عنها اللي هي اللغه. طبعا زي ما شايفين في ايقونه جديده خاصه باللغه، فصاروا يستغنون عن الشغله القديمه حقت اللغات. فانا ممكن اضغط هنا الحين واضغط على تكست انتري سيتنجز. اوكي راح اجي هنا طبعا عشان اضيف اللغه العربيه حتى اقدر اكتب باللغه العربيه، راح اضغط على علامه الزائد هذه ثم اختار عربيك اد. اوكي لاحظ انه الزر الاساسي لتبديل اللغه هو سوبر زائد سبيس. سوبر اللي هو مفتاح الويندوز اللي فيه علامه ويندوز هذا، اوكي اللي بين الت وكنترول. فلو ما لو انا اضغط الحين مع سبيس مع المسافه المسطره بنحصل انه تغيرت الى عربيك. اوكي طبعا هذا هو الاختصار. انا ما اعرف هل في امكانيه اني ما اقدر اوكي اقدر اسوي الت شيفت. تمام الت شيفت اليسرى ممكن اسوي الت شيفت اليمين. ليش ياخذ على نمبر لوك؟ خلينا نطفي نمبر لوك. اوكي خلونا نشوف. اوكي نقدر نسوي الشغله دي، فما له داعي احد يجي الحين يلجلج علي يقول ليش ما اقدر اكتب. خلاص تقدرون تكتبون ها. اوكي ممكن طبعا هذه خاصيه ما بيتكلم عنها ما له داعي. اوكي فالان احنا حطينا اللغه العربيه. طيب ايش عندنا بعد؟ اوكي اعدادات النظام راح امر بسرعه على بعض الاشياء. طبعا زي ما قلت لكم احنا براجعه حبه حبه نكتشف بعض الاشياء. دخلنا احنا على المنطقه هذه حقت الخلفيات، ما في شيء معين لكن تبون الصدق الخلفيه دي احسن. طيب راح ارجع شوي الحين للاعدادات كلها. لانجويج سبورت ما هتكلم عنه طبعا. هنا اذا كان عندك لابتوب ممكن ترى تلعب بعض الاشياء خاصه بالشاشه. اوكي ما في شيء بيتكلم عنه هنا. طيب خلونا نتكلم عن باقي الشغلات. بالنسبة لي النواة الموجودة مع النظام، النواة هي وين راحت الطرفية؟ اوه صرنا نبدل اللغة على كيفنا. طيب يو نيم ار. اوكي النواة اللي هي 3.13 او 3.13. تمام ايش عندنا بعد؟ طيب في حاجات حلوة ثانية اللي هي مثلا لو جيت الحين اسوي فلتر للنوافذ لو فتحت اكثر من نافذة. اوكي ثم جيت اسوي من هنا الضغطه الجميله هذه. اصبر يا مدير اصبر اركد. اوكي زي ما انتم شايفين الحركه الحلوه هذه حقت النوافذ، يعني بصراحه تحس انه في جماليات كثيره. طبعا هذه حركه قديمه ولكن شكلها الحين يقولون يخقك. طيب اوكي راح نجي ايضا نشوف بعض الحاجات اللي جت مع النظام نفسه او الاعدادات او عفوا البرامج المرفقه حاليا غير النواة. طبعا صار في بايثون 3.4 تمام. هذا من الاشياء اللي تهم. اوكي اليونيتي طبعا تم تعديله. الليبر اوفيس صار في عندنا نسخه جديده من الليبر اوفيس اللي هي 4.2.3. طبعا مهم جدا اننا نعرف انه حتى الليبر اوفيس فيه القوائم. سابقا كان الليبر اوفيس في مشكله مع القائمه حقت البرامج مع النافذه، ولكن بلشنا هذا شلون اصغره. كوت ابوك. طيب بتهيله انا شلون؟ الله مشكله. اوكي حلو. اقول لكم شيء، في مينيمايز هنا ما في مينيمايز. طيب ما في مينيمايز عفوا انا بضغط على الزر هذا حق التكبير زين، ثم اجيب المينيمايز من هنا ثم انزل النافذه شوي ثم ارجع لكم عاد ارجع الاعدادات زي ما كانت قبل شوي. اوكي زي ما انتم شايفين طبعا حتى الليبر اوفيس نفسه القائمه ممكن تجي هنا. اوكي
بس بالمناسبة الحلو بالموضوع زي ما قلت لكم إذا كبرته بتكون القائمة موجودة هنا فما ما تغلق يعني. أوكي هذا بالنسبة لليبروفيس. الإكس أورج تم تعديل بعض الأشياء. بالنسبة لأبونتو سيرفر يجي معه الأوبن ستاك 2014.1 تمام. في عندنا حاجة ثانية تهم الصراحة اللي بي اتش بي 0.5 بوينت تمام. حلو 0.5 بوينت 5.5 تمام. عندنا الباتش باتشي يجي 2.4 طبعا. لا تنسى اول ما تفتح شو اسمه مدير البرامج عندك تتاكد انه انت محدث نظامك كل شيء حديث وموجود جديد تمام. كانوا في حاجه تغيرت هنا يا جماعه الخير يلا اني داري. طيب اوكي طبعا زي ما انتم ملاحظين انه البرامج الحين صارت اللي موجوده هنا مع السوفت وير سنتر. طبعا سابقا مع الاصدارات الحديثه هذه الجديده صار في حاجات جديده فانت ممكن تبحث عن اي شيء براسك الحين ترى ممكن يكون موجود زين. فتاكد انك تبحث لان البرامج الحين في الابونتو صارت كثيره جدا 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 اوكي. تقريبا هذا هو اللي انا شفته او حسيته بهذه التوزيعه تمام. بصراحه انا احس انه جميله جدا خاصه الواجهه تم تعديل اشياء جميله وكانت فعلا ضيق صدري بالواجهه. في شغله مهمه قبل ما ننتهي لو رحنا ضغطنا على هنا ثم دخلنا على about this computer تمام راح نلاحظ شغله احترمت بابونتو اللي هي الليجل نوتست. انا كنت قبل انتقدت الابونتو وقلت لكم موضوع التجسس والى اخره وفي ناس ما فهمت التجسس وقعدت تتبربس وتتكلم لكن حطوا الحين ملاحظه هنا انه احنا قاعدين نجمع هذه المعلومات والى اخره علما بانك اذا حاب توقف خاصيه جمع البيانات اللي هي لما تبحث عن شيء معين هنا ابونتو تاخذ المعلومات هذه عشان تستفيد منها. اذا حاب توقفها اذا هم الى الان حاطين الشغله دي فانت ممكن تروح للمنطقه هذه ثم تروح للسكيورتي اند برايفسي اوكي. راح تلاحظ في شغله هنا اللي هي السيرش اوكي. وين سيرشنج ان داش انكلود اون لاين سيرش ريزلتس طف هذه اوكي. في عندنا شغله ثانيه لا خلاص اعتقد هذا هو بس. سند ايرور ريبورت طبعا هذه ممكن تشيله ولكن اترك هذا عشان ترسل لهم تقارير الاخطاء على الكمبيوتر. الى هنا انتهى درس اليوم. طولت بصراحه بالتوزيعه لكن اتمنى انكم استفدتوا من هذه المراجعه. نشوفكم ان شاء الله في درس القادم في امان الله.